مساء الخير، اليوم نقدم لكم سمارة، يعني فصعونة، يعني ملكة جمال القطط، يعني أحلى قطة في العالم. سمارة هي البنوتة الوحيدة في وسط القطط اللي عندي. زي ما احنا شايفين كده هي سيكسي and she know it. دايما تلاقيها واخدة أوضاع سيكسي كده في الصور. بالإضافة لجمالها دوت، حضرتك سمارة دي إنسان، يعني قطة إنسانة قوي في نفسها، طيوبة خالص. هي اللي أنقذت أخوها عجورة من وهو صغير، لأنه لما اتولدوا أمه رمته ما خدتش بالها منه، فهي سمارة قامت معاه بدور الأم مع إنها كانت من نفس عمره. فضلوا مع بعض على طول، وفضل الحب ده بينهم، واتجوزوا لما كبروا، وكمان خلفوا أطفال جينيريشنز أجيال. دايما تلاقيهم لحد النهاردة مع بعض، على طول مع بعض، ما بيفترقوش أبدا. سمارة على قد ما هي حلوة كده وقمر وبسبوسة برضو، بس فيها عرق. ايه الجنان واخدة من بابا سحلول، فهتلاقي ايه تصرفات غريبة بتحصل من وقت للتاني والجنان بيطلع.